السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة على قناتكم جريدة أصوات بعض المعلومات عن ماذا قدمت الهند لنا. الهند تخرج ضعف العدد الذي تخرجه أمريكا كل عام من الأطباء والمهندسين والعلماء واختصاصي تقنية المعلوميات. الهند لديها 1,000,000 مبرمج كمبيوتر، وهي صاحبة الأرقام القياسية بإطلاق الأقمار الصناعية. تطرح الهند كل عام 200,000 عنوان جديد في المكتبات العالمية. من أكثر أنواع البريد الإلكتروني المستخدم حول العالم هو الهوتمايل، وهو تابع للشركة الأمريكية مايكروسوفت، وصاحب هذا الاختراع هو المخترع المسلم الهندي الجنسية صابر باتيا. حطمت الهند رقما قياسيا تاريخيا بإطلاقها بنجاح 104 قمر صناعي في مهمة واحدة إلى الفضاء، متجاوز بذلك الرقم القياسي السابق لروسيا بإطلاق 37 قمرا عام 2014. الهندي ساندر بيتشاي هو الرئيس التنفيذي لشركة جوجل العالمية. عام 2013 فاجأت الهند العالم بإطلاقها أول مركبة فضائية نحو المريخ، دخلت فيه سباق الفضاء من بابه الواسع. الهندي ساتيا ناديلا هو الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت العالمية. متنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.